مرحبا أصدقائي، اليوم راح أوضح أكثر مشان طريقة الدوزان، لأنه في صعوبة كتير بيلاقوا المتابعين مشان الدوزان. قبل هلا أنا نزلت الفيديو بس كان بس للأصوات، يعني نزلت أصوات مشان الدوزان العلامة مشان تتوزن عليه، وبس في صعوبة كتير مشان التنزيل. ما في مشكلة، راح أوضح لكم طريقة أسهل. انت اول وتر التحتاني كيف ما بدوزنه ما في مشكلة، هاي العلامة اللي هو على وتر التحتاني، هذا العلامة راح اقرب لكم مشان بكون واضح. انت هلا بتدوزن وتر الثاني على اول وتر، اللي ما بلاقي صعوبة شوف بدون ما احط ايدي على العلامة عم دوزنه. هاي هي العلامة. هلا كيف بدك دوزن وتر الثالث؟ الوتر الثالث نفس العلامة بس تطلع على وتر الثاني. دوزن وتر الثالث على الثاني بيطلع ديوان استاذ جاهز هيك. وتر الثاني على الاول، وتر الثالث على الثاني.